ودائما إلى ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة مع موفدنا إلى هناك محمد قريشي مرة أخرى من مدرجات الملعب. مرحبا بك محمد، تفضل. تحية مجددة لك حسام ولمشاهدينا في تغطيتنا المستمرة والمتواصلة لهذا الموعد الهام والكبير بالنسبة للمنتخب الوطني الذي يبدو أنه أمام الخطوة والمتر الأخير الفاصل عن مونديال قطر، المنافسة الأشهر والأكبر في العالم. لذلك أجواء كبيرة وكبيرة جدا من أنصار المنتخب الوطني الذين بالطبع فعلوها كما قال الكوتش الناخب جمال بالماضي، أريدها أن تكون مدرجات البومبونيرا، وهي اليوم فعلا مدرجات البومبونيرا في البوليدة في ملعب مصطفى تشاكر. على كل يحضر معي الإعلامي مهدي ضحاك لنحاول ناخذ رايه. مهدي، وش رايك في الاجواء هذه انت هي في ملعب مصطفى تشاكر، خاصه بعد مباراه كبيره وكبيره جدا للمنتخب الوطني؟ بلا ما نتكلموا على الجمهور ولا الحراره تاعو، نشوفوا الجو، تشوف الحال راهو حمر يعني. صح كي تشوف صح كي تشوف روحك في الكاميرونيين كي يدخلوا هنا يشوفوا الحال هذا، صح تحس الضغط، صح الضغط تحسه مليح مليح، وان شاء الله يكون الجمهور ما يدخل بكري ما يعياش وما يش خايف ما يكونش عيان ويكون يساعد الفريق الوطني حتى نهايه المباراه. استمو مهدي، كيفاش تشوف انت التشكيل اللي اختاره الناخب الوطني جمال بالماضي؟ عطال فقط مكان بن سبعيني، رايك انت يعني الامكانيات الهجوميه تاع عطال هي اللي خلاته اليوم ياخذ مكان بن سبعيني بما ان المنتخب الكاميروني راح يخلي مساحات خلفه؟ ما لاباش راح نلعبوا الهجوم احنا، ولا راح نبقاو يعني في التكتيك جد دفاعيه كما في دولا، ولا راح نستناو الفريق الكاميروني نشوفه قبل، ولا راح يهاجم ولا نستناه، ولا ما تبانش حتى ممكن 10 دقائق ولا ربع ساعه الاول باش نعرفوا احنا فريقنا شنو راح يلعب. صح كي تدخل لاعب كيما عطال بالك واش يقدر يزيد لك، واش يقدر يزيد في الهجوم. شفنا يا اخي في دولا حتى ولا لعبنا بطريقه دفاعيه كان اوقات قليله ونطلعنا صعدنا وشفنا 5 لاعبين يعني يعاونوا يعني المهاجمين في وسط الميدان، كانوا 4 يعني وراء 3 المهاجمين تاعنا. ممكن هذه التكتيكيه على هذه التكتيكيه اللي يخمم يعني دخل لاعب كيما هذا اللي يقدر يزيد يعني كما قلت يعني في الهجوم، ولكن المهمه الاولى حتى ولا العطال تكون الدفاع، دافع مليح ما تخليهمش يسجلوا لك، ما تخليش يعني الفريق الكاميروني يدخل لك يعني الوسواس كما نقول لك يسجل لك هدف تتوسوس ولا لاعب تروح لهم الثقه اللي ربحناها في دولا. دونك نظن اللاعبين يكونوا مركزين اولا في الدفاع، بعد ولا كاين فرص للهجوم يروحوا يعني يلعبوهم 100%. ماذا بصراحه توقعاتك نتيجه المباراه؟ لا ما نكذب عليك، احنا عندنا يعني ان افونتاج، احنا رابحين 1-0 صفر صفر يساعدنا، ولكن ما تقدرش تتكل عليه 100%. خاص يسجل لك هدف كل شيء عاد يولي ازيرو، ولازم تعاود يعني تسجل هدف باش ما باش تجوز بلا ما تروح للي بينالتي ولا. دونك الان حنا رانا دون لا ميور بوزيسيون، لازم ما نتقلقوش كما شفنا الفريق تاعنا ما تقلقش تما في دولا. نشوفوا كما قلت لك الفريق الكاميروني راح يلعب طريقه اللعب تاعو، ولا راح يزعزعنا ولا راح يخلعنا، ولا حنا نمنعوهم يعني الفرص ما نخليهمش يعني يتخدموا، وحتى من هما المعنويه تاعهم تنقص ما يشوفوا بلي ما يقدروش، وهذيك اللي تساعدنا حنا. ومن بعد نلعبوا اون كونتر، نلعبوا عندنا لاعبين القدام ما نخافوش، عندنا محرز، عندنا بلايلي، عندنا سليماني، لاعبين اللي يقدروا يعني بحاجه خفيفه يقدروا يروحوا للامام ويجيبوا الفرص ويسجلوا الاهداف ان شاء الله. شكرا جزيلا مهدي ضحك، تفاؤل كبير من الزميل مهدي للمنتخب الوطني الجزائري اليوم. يعني اجواء كبيره وكبيره جدا بالفعل، كل الامور مهيئه للمنتخب الوطني من اجل ترسيم تواجده في مونديال قطر رفقه المنتخبات التي ستكون حاضره في الدوحه مونديال قطر 2022. اجواء كبيره وكبيره جدا من انصار الشعب الجزائري الذي يعشق كرة القدم ويعشق المنتخب الوطني كما تشاهدون متابعينا في الصور. هذه هي الصور الحالية والآنية لملعب مصطفى تشاكر في هذه الأثناء قبل حوالي ساعة ونصف عن الانطلاق الرسمي للمواجهة المرتقبة. طبعا صور كبيرة ومشهد يعني رائع ورائع جدا من ملعب مصطفى تشاكر بالبوليدة، منذ مدة لم نشاهد مثل هكذا أجواء بملعب مصطفى تشاكر بالبوليدة، حضور